تخفي الغابة. الجزء الأهم من المشهد هو كيف نختار. هناك تفاصيل فنية مرتبطة بأهل الاختصاص، لعل مثل هذا الغبار قليل الجدوى، قليل الفائدة للناس، لأن هناك ما هو أهم من ذلك أمامهم. أهم من ذلك أمامهم حسن الاختيار، الابتعاد عن التعصب، الابتعاد عن الاندفاع العاطفي، لأن ما نرى اليوم هو نتيجة الاندفاع. دكتور، عندك كلمة حق الحكومة؟ سيدي أنا يعني الآن أدخلتوني في قضية توزيع النصائح، أنا أكره توزيع النصائح لأحد. يعني تغدر نصائح أنا يا دكتور، ما سألناك إلا تغدر. أنا أعتقد لو أني أنا أنصح نفسي قد يكون أفضل، ولكن يعني هو أنا اللي أقول الحكومة هي جزء من عندنا، ومن مصلحة الحكومة أن تكون الأمور جيدة، من مصلحة الحكومة ألا تراهن على النظرة القصيرة. هناك من يقول بأن الحكم الجيد هو إلهاء الناس ببعضهم، أنا أقول إذا ألهيت الناس ببعضهم قد تكسبون بالون أكسجين لفترة قصيرة، ولكن على المدى البعيد سوف تختنقون. إذا من مصلحتكم أن تخلقون مواطن حقيقي، أن تثقون بمواطن حقيقي، أن تبتعدوا عن أسباب الفرقة بين الناس، لأن هذه الأسباب أنتم سوف تكتوون بها. أشكرك دكتور محمد الفيلي على حضورك معنا، وأتحفتنا في الكم الهائل من المعلومات اللي عندك في جعبتك الدستورية، كذلك صديقك الصدوق كتابك اللي هو دستور الكويت. نعم نعم، وأنا يعني ما أني أعيش مع الدستور لفترة طويلة، إلا أن وجوده إلى جانبي يعطيني شكل من أشكال الراحة، لأني أخشى النسيان. وأتذكر كلمة لواحد من أساتذتي أن النص خوان، ولذلك أن يكون جنبي يعطيني نوع من الثقة. شكرا دكتور. أخوي ناصر العطية، كلمتك الأخيرة للمشاهدين. كلمتي الأخيرة يعني نرجع إلى كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد إلى حسن الاختيار، يا ريت أن يكون عندنا حسن اختيار للناخبين، فهذا شيء ضروري إن شاء الله، أتمنى نشوفه على أرض الواقع خلال هذه الفترة. الله يعطيك العافية اليوم معاي، وهذه أول طلة لك، وإن شاء الله طلة تباشير خير، وإن شاء الله الجدام إن شاء الله يا أخوي ناصر. أحب أذكر مشاهدينا الكرام هناك الإعادة بعد غليل الساعة 1 PM أو بالليل الإعادة، كذلك الإعادة باكر الساعة 12:30 PM. نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، أشكر ضيوفي اللي كانوا معانا اليوم من ناحية أخونا منصور المحارب، أخونا الدكتور علاء، صحيح اسمه علاء؟ بهاء الدين السليمي. الدين، واذكر الدكتور محمد، وكذلك اشكرك اخوي ناصر، واشكر مشاهدينا الكرام. باكر ان شاء الله مشاهدينا الكرام في الساعه 8 PM معنا ضيوف اخرين راح يتحفون في المعلومات والترشيحات اللي راح تكون. واحب انا انوهكم اللي حاب يوصل اسئلته لنا على تويتر والايميل وفيسبوك على تلفزيون الشاهد، راح ناخذ اسئلتكم واقتراحاتكم، وعلى الشاشه هو واضح معاكم مشاهدينا الكرام، وراح نلتقيكم ان شاء الله باكر من 8 PM للـ10 PM. من ذاك الحين اقول استودعكم الله ومع السلامه.